بهذا الوقت بعملية ميدانية ومواجهات مباشرة. يعني أنت تشكك في مقتله يعني أساسا؟ نكاد نحن من كثرة ادعاءات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اليمنية لمقتل عايض الشبواني أكثر من مرة أفقدهم المصداقية. لكن دخول عنصر القبائل هذه المرة ربما يشكل دافعا جديدا وقدرة أضيفت عسكرية لهذه القوات المسلحة التي تخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية في أبيان. نحن لا نشكك يعني فقط في كمن عايض الشبواني قتل، أيضا نشكك بأنه قتل على يد القوات الحكومية. إذا أن القبائل فعلا هي التي غيرت المعادلة في هذه الأيام، أصبحت العناصر الإرهابية تلوذ بالقراءة وأصبح هناك تقدم قوات الحكومية. نحن نعلم أن اللواء فيك 25 تقريبا كان محاصرا لأكثر من شهر ولا يجد من يغيثه. وأيضا بعد هذا كله لا نكثر بالتفاؤل، لأنه لا زالت هناك المجاميع المسلحة ولا زالت هناك نقاط أيضا تفرضها هذه المجاميع المسلحة ولا زال الوضع متوترا ولن تنتهي. ولكن هناك مجموعة من قبائل سيد جمحي، هناك مجموعة من قبائل أبيان قالت إنها هي من قتلت عايض الشبواني، ألا يشكل برأيك هذا منعطفا مهما في الحرب ضد القاعدة في اليمن أن يعني تنضم أو يعني تتوحد المعارضة والحكومة على هدف واحد هو قتال القاعدة في اليمن؟ ونحن اليمنيون بشكل عام مثقفون وحتى عوام اليمنيين الجميع يتمنوا الخلاص من الإرهاب كما يتمنوا الخلاص من جميع الأزمات. بتوحد الجميع على رأي وحل الأزمة السياسية سنصل أيضا بخطوات نحو الحل الإرهاب. المشكلة أن الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة بات ورقة يتجادل به الطرفان. القاعدة أصبحت هي الرابح في هذه اللعبة. السلطة تعاملت مدى سنوات بنوع من النفعية ونوع من الجهل أيضا بحقيقة الإرهاب، وجاءت بهذا الأوقات المعارضة أيضا تتعامل مع قضية الإرهاب والقاعدة بنوع من الاستخفاف، ربما جعل الدعم الخارجي أو حتى التأييد يتأخر ويتلكع. قالت المعارضة طيب في ضوء هذا أو في ضوء هذه النظرية التي طرحتها سيد الجمحي، هل تعتقد أن للقاعدة فعلا حظوظ فعلية في السيطرة على اليمن؟ يعني هل حجم القاعدة في اليمن والتهديد الذي تمثله في اليمن يمكنها بحسب النظرية التي شرحتها من السيطرة على البلاد؟ لا، ليس لهذا الدرجة. نحن نفرق بين شيئين، أولا أن يكون لها وجود، هذا نعم لها وجود، هذا الوجود هو قوي وخطير وربما يزداد خطره ويتعاظم في المستقبل، نعم. لكن كونها مسيطرة وكونها الآن تلعب دورا أساسيا، لا. القاعدة كمجاميع إرهابية لا قبول لديها شعبيا. أيضا الثورة الشعبية الشبابية السنية ضربتها في الصميم، كونها هناك رأينا مئات الآلاف ينجرون نحو السلام والسلم ويقولون سنغير، وفعلا هم استطاعوا أن يغيروا المعادلة سريعا في الوقت الذي القاعدة سنوات طويلة ليس هم عبارة عن أفراد، وليكونوا مئات وليكونوا حتى بألفين أو ثلاثة، لا قبول لهم شعبيا. وأيضا هناك رفض ناحية القبائل، القبائل رأت مناطقها تضررت ورأت أن هؤلاء قد تسببوا بتشريد الآلاف، فهبوا القبائل. لو القاعدة لو وجهت كما هي تتعامل مع الآخرين استراتيجية فكرية بأن نوعي الآخرين، أن يكون هناك توعية حقيقية لخطورة الإرهاب بكون الإرهاب يستهدف المسلم وغير المسلم والجميع هو عدو الجميع، أيضا هناك حملات عسكرية صادقة. الخلاصة لو صدق من يحارب الإرهاب لانتهى الإرهاب، سواء كان هذا المحارب يمنيا أو حتى أجنبيا. شكرا لك سعيد.